شفتوا قد ايه الحياه بتحط قدامنا اختيارات صعبه؟ طب شفتوا الاختيار عامل ازاي؟ يا الام يا الزوج والابن، والعقده حطها الام. انا مش عايزه اتكلم الام عشان اللي اتقال كتير في الفقره اللي فاتت، وقعدنا نتكلم الام هتعمل ايه وما بتعملش ايه ودورها ايه كلنا عارفينه. انا عايزه اقول لها حاجه واحده بس، راجعي نفسك، ما تخليش العند يبقى هو سيد الموقف او سكينه العند تسرقك. ما تراجعي نفسك، لان بنتك وسعادتها نعمه كبيره، حرام عليكي تضيعيها. وانت يا امنيه، انت قلتي في اول الرساله انا كرهت امي. ما ينفعش تكرهي امك او تخلي المشاعر دي تسيطر عليكي مهما حصل. امك ثم امك ثم امك، حتى لو اهالينا اعوذ بالله امرونا بالكفر ما نطوعهمش، بس نصاحبهم في الدنيا معروفه. امنيه، انت اتجوزتي غصب عن اهلك ومن وراهم، وده موضوع انا ضده ورفضاه ومعروف رايي فيه. احمدي ربنا ان جوزك طلع كويس وطيب، بدل ما كنت هتخسري كل حاجه لو كنت اكتشفتي ان هو لا قدر الله انسان مش كويس. واحنا شفنا المشاكل دي في قصص كتير، جات لنا هنا في قصه حقيقيه. انا مبسوطه في كلامك ان لما بقيتي ام انه مشاعر الامومه غيرتك، خلتك تعرفي يعني ايه ام، ويعني ان الام ما ينفعش مهما عملت ما ينفعش ان احنا نخسرها او نقطعها. ربنا نور بصيرتك، فتح عينيكي وقلبك، صدقيني اكيد هيديكي القوه والصبر انك تكملي دورك للاخر لحد ما ترجعي علاقتك بامك، حتى لو ده هياخد وقت طويل. اوعي تيأسي، صلحيها مره واتنين والف، ما تيأسيش من المحاوله مهما عملت، مهما ظلمتك. شوفي انا بقولك ايه وانت كنتي حاسه ان هي بتظلمك، افتكري كويس انك بتعملي ده انك بتبتغي رضا ربنا وبس. وانا زي ما انت باره بامك وحريصه ان هي تصالحك وبتجري عليها، ابنك هو كمان هيعمل كده معاكي، كله سلف ودين. وزي ما سمعتي معانا كلام ريهام الهواري في الفقره اللي فاتت، حاولي تعملي بيه. عايزه اقولك ان انا اول ما قريت الرساله، يعني اول ما جالي العنوان اتخضيت، قلت امي ولا ابني وجوزي؟ لا طبعا امي، وانا معروف ان انا ما شاء الله اللهم بارك بحبهم بزياده، يعني يا رب يديمها نعمه. قلت لا طبعا امي مهما حصل، احنا عاملين القصه دي ليه؟ قعدت افكر مع نفسي كده. بعدين رحت قريت القصه وقريت اللي جواها، زعلت من الام قوي. ليه؟ يعني انا دايما ايه، ما بعرفش اجي على الامهات، بس يمكن من زمان لما كنت اقرا بريد الجمعه لعبد الوهاب مطوع، كنت صغيره جدا جدا كنت احبه قوي، فلقيت قصه مش عارفه ايه، امي تغار مني حاجه كده، امي بتغير مني. فبدات افهم ان مش كل الدنيا فيها امهات حلوين، مش كل الدنيا فيها امهات حنينين، مش كل الدنيا هتلاقي فيها امهات شبه بعض. فانا ما كانش نفسي ان امنيه تبقى من الامهات دي، لانه ممكن يتقال كتير، ممكن تفتحي المجال لحاجات كتير. حرام عليكي، هي عايشه مع راجل ومبسوطه، سيبيها تتبسط، سيبيها تعمل عيله، مفيش حد بيخير حد بين كده وكده. يعني طب ابنها، طب ضناها، فكري. بس الاختيار صعب قوي، مش متخيله ان امه ممكن تختاره. حرام عليكي تعملي فيها كده، دي غلبانه، دي بتبعت للبرنامج مش عارفه تعمل ايه، المفروض كانت تروح لك انت جري. حرام عليكم تبقوا موجودين وعايشين وتحرمونا منكم، ما يرضيش ربنا. هي مش عارفه تختار، وحاولت تصالحك وحاولت تعمل كل حاجه، سيبيها تعيش حياتها، سيبيها تبسط، سيبيها تشوف حياتها بس. وانت يا امنيه حاولي مره واتنين وعشره، عشان هي دي اللي الجنة تحت رجليها، هي دي اللي احنا بنجري عليهم. وفهميها ان ما ينفعش الاختيار. قصة مرعبة. بنشوف العجب. وهستنى منك رسالة جديدة تطمنيني فيها عملتي ايه، وهستنى من كل اللي اتفرجوا علينا وسمعوا قصة أمنية، مش عايزاكم تحطوا نفسكم مكان، عايزة اسمع حكاياتكم مع أمهاتكم. يعني بقيت الاقي المشاكل دي كتير قوي على جروبس على الفيسبوك او على
اي سوشيال ميديا انه بقى في امهات صعبه، وانا عايزه اسمع، عايزه احاول احل، عايزين نحاول نعمل حاجه هنا في قصه حقيقيه. باي باي.